ضيافة الأخوة في المملكة المغربية الشقيقة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال. نحن اليوم نتواجد في السوق المغربي لعدة أسباب. أولا التوافق والتوائم في بين الحكومة القطرية والحكومة المغربية الشقيقة، والتي ستنعكس بلا شك إيجابيا على التبادل التجاري وتعزيز المكان الاقتصادية في القطاع الخاص القطري وأيضا القطاع الخاص المغربي، وأيضا الفرص الواعدة التي نراها والنمو المتصاعد للاقتصاد المغربي، وأيضا مكانة المملكة المغربية الشقيقة الاستراتيجية كبوابة للقارة الأوروبية وأيضا بوابة للقارة الأفريقية. وهذه العوامل كلها تدفع القطاع الخاص القطري للتواجد اليوم في هذا المحفل. بداية نقوم بدراسة أي سوق نستهدف الدخول إليه وتعزيز الصادرات إليه، وكانت هذه الدراسة تمتد لستة أشهر، تم فيها تحليل جميع الفرص والمخاطر التي من الممكن أن ينافس فيها السوق القطري المنتجات الأخرى المتواجدة في السوق المغربي. والحمد لله تكللت هذه الدراسة بوجود هذه الشركات الـ 14 متواجدة اليوم.